شكرا على هذا الموضوع هذا اللي هو مهم جدا واللي كيندرج يعني ضمن الثقافه والهويه ديال بلادنا. سيدي بيبيل اللي كيعرف الجامع ان هي عاصمه السوسيه ديال الطاجين اللي كتبعد يعني على مدينه اكادير حوالي 31 كيلومتر. هذه المنطقه معروفه بالطاجين ديالها يعني منذ زمن طويل، وبالتالي اللي كيميز الطاجين في هذه المنطقه هو الجوده ديال 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 اللحم اللي كتكون يعني داخل الطاجين هذا، بالاضافه الى يعني الخضره. كما كنعرفوا ان سوس هي منطقه ديال الخضروات وديال الفواكه، وبالتالي يعني كتكون الخضره يعني طريه كما كيقولوا، وبالتالي كيكون اقبال كبير على الطاجين ديال سيدي بيبي. سيدي بيبي كما كنجيو يعني الدخله ديال سيدي بيبي كنلقاو يعني واحد الطاجين كبير، وانما يدل على اللي كيميز يعني المنطقه من هذا الاكله المغربيه الحقيقيه اللي كتميز بجوده واتقان عالي. كيجيو عندنا الناس من الاجانبه من طنجه الى القويره، وكيجيو عندنا على حسب الطاجين ديال المعزي، حاجه جديده نقيه، وكيجيو عندنا على حسب الدجاج البلدي وداك السلاوي ديال البلاد. عندنا حنا السلاوي ديال البلاد ممتاز، مطيشه جديده، كلشي نقي، ماشي شي حاجه كرونجيه. كنجيبو صندوق كنخدمو به، كنطيساري في العشيه نجيبو واحد عاوتاني واحد جديد، وكنطيبو بالفاخر. والخبز ديالها فارنو، ماشي ديال الغاز، عيد ديال الحطب، كتميز بها الطاجين ديال المعزي بحال هكا بالسلاويه. وكنديرو البقري، اللوجة ديال البقري، وكيجيو عندنا الناس بزاف على حسب المعزي، على حسب المعزي. والطاجين ديال الزود اش غادي نقول لك فيها؟ داكشي اللي شفنا في الفيديو ديال في التليفونات مع فيه بين واقع، واني الا الوقت اللي كتشوف الحاصل ديال تشوف عينك في الطاجين الله اعلم. اش غادي نقول لك؟ ما حكمنا على هذاك ولا على هذاك، وداك الشيء كيبان لنا ابيض. واني ما تكون شحمه، تكون شي حاجه، تكون ماشي الدود يكون في الطاجين، ما كيبان لي انا لا يعقل. هادشي هو اللي اسمو حنا داكشي ديال الاسود حنا ما نعرفو، ما عمرني كنت فيها بعدا. اولا حنا كنجيبو القياس ديالنا كنطيبوه كنبيعوه مع العشرة ديال الليل، كنروحو في حالتنا. ما كان يبيع عندنا لا طاجين لا جوج، كلشي من تقد القهوي سيدي بيبي، كلشي كيسد هنا. دابا 11 ونص 12 ما تلاقاش، مازال شي قهوه عندها شي طاجين واخا تشريه، والناس راه عارفين على داكشي، راه كيجي الا بغى ياكل عندنا ولا شي حاجه، بس سميتو كيجي بالليل مع العشرة ولا شي حاجه، كيجيب سير كوموند بالتليفون. الطاجين ديال سيدي بيبي كتميز بجودة اللحم جديد، الذبيحة يوميا، الخضرة جديدة، البصلة جديدة، السلاوي جديد، قزبور جديد، كنديرو الملحة والبزارو، اللحم كيتقلى بزيت العود، هادشي اللي كيميز الطاجين. كاين شي إقبال من الناس؟ مرحبا، الناس موجودة، الناس كيجيو، كيجيو من كل بلاصة. كيجيو الفنانين الكبار بحال عبد العزيز ستاتي، مجموعة اش كاين، نزهة بيدوان، خميس نيما حديدان، كيجيو الكبار من برا. الطاجين ديال الأزود هذا كار شي بارتي ما ظنيتش أنا سميتو، حيت الطاجين كل دقيقة كطلع عليه. هاد السيد كاع يكون عنده هذاك الطاجين مجمد شهر ولا شهرين، ما يمكنش. الطاجين كل دقيقة كطلع عليه، هو الطاجين في خمسة دقائق خصك تطلع عليه، ما طليتيش عليه راه تحرق لك. الطاجين سيدي بيبي اللي أي منطقة من المغرب كيجي سيدي بيبي في الطاجين، هنا معروفة البلاصة هادي الطاجين. كنتقنوه الطريقة اللي كنطيبوا بها يعني مختلفة على المناطق الأخرى، يعني بزاف الناس كيجيو كيقول لك الطريقة كيفاش كطيبوا أنتم، الطريقة اللي كطيبوا بها. واش هادشي من ناحية الخضرة؟ من ناحية الجودة الخضرة واللحام وداكشي والفخر. كاين كلشي كيطيب للفخر، حتى الى الفخر حتى هو كلشي. كاين المراقبه، كاين المراقبه، كيجيو نصحاب المراقبه كيراقبوا داكشي يوميا. يوميا كاين المراقبه، حتى اللحم في المجزره كيتراقب، كيتراقب وكلشي طري. كل صباح كيجي اللحم، اللحم طري، الخضره طريه، الجلبانه طريه، الكورجيت داكشي كامل طري. شنو بالك القضيه ديال الطاجين ديال الأزود؟ كامل تفاجئنا داكشي اللي شفنا على التليفون، كامل تفاجئنا داكشي. دوز في الطاجين ما مستحيل، مستحيل اللحم طايبه فيها الدود، ما درجة الحرارة ديال الفقر، درجة الحرارة الفقر مستحيل الدود يبقى حي.
كيتحرك يعني كاينه شي حاجه تماك كاينه شي حاجه يعني الطاجين طايب للفخر اللحم طايبه في الفخر راه الدود غادي يموت ما يبقاش فيه غيكون فيها الناس هاد الناس هادو الله يهديهم الا كان شي حاجه من ديك السيد هما عائلته اللي دخلوا للمحل بغاو السيد ياذيوه منهم الله كان ديك السيد خطأ منه راه يتحمل المسؤوليه ديالو سيدي بيبين معروف يعني إذا دعمت الناس ودعمهم المواطنين وعلى الصعيد الدولي يعني معروف بواحد اسمته ديال الطاجين يعني الطاجين اللي قلتي لي سيدي بي يعني مباشرة يعني كيعرف كيمشي للطاجين تيقول لك واش الطاجين ديال سيدي بي يعني لحد أنه واحد كاين واحد المعلمة كتدل على أن على الطريق الوطنية يعني كتصل بين جنوب المغرب وشماله وغربي يعني المنطقة ديال سيدي بي يعني هي يعني لاكس ديال يعني اللي كتصل بين الشمال والغرب والجنوب ديال البلاد يعني هذه المعلمة معروفة تاريخيا هذه المنطقة معروفة تاريخيا بالطاجين يعني الشيء اللي خلى العموم ديال الناس المارين يعني الذاهبين الى سميتو كيدوزوا لابد انهم يعني يتذوقوا من الطاجين ديال سيدي بي واللي كيميز الطاجين ديال سيدي بي صراحه هو الجوده الاتقان ديال الناس اصحاب المحلات يعني المقاهي اللي كيسهروا على الاتقان ويعني واختيار يعني الاجود ديال اللحم والمجزره الجماعيه بحكم انها مجزره يعني عندها مميزات ديالها عندها خصائص ديال يعني الجوده وكاين الطبيب الرئيس اللي كيشوف على العمليه ديال 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 المواكبه يعني اليوميه ديال يعني المجزره يعني في الناحيه ديال الذبيحه اللي يعني كتم يعني يعني كتذبح داخل المجزره الى ذلك يعني مصلحه حفظ الصحه الجماعيه حتى هي كتقوم بالدور ديالها الطبيب الرئيسي ديال المستوصف ديال 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 الجماعي ديال سيدي بي يعني والشرطه الاداريه حتى هي كتقوم بالدور ديالها باش ان ما تفتقد هذه المنطقه لديك الصبغه اللي عندها كذلك لان نحافظوا على يعني على الصحه ديال الناس اهم شيء هنا ونحافظوا على الصحه ديال الناس لا يخفى على الجميع ان الواقعه ديال اوزود اللي هي ذات واحد البوز الصراحه واللي عندنا فيها علامات الاستفهام هل هي حقا هذا الشيء كاين ولا ما كاين ولكن اتضح لعموم الناس العيان ان هذا ربما هي يعني واقعه مدبره يعني بفعل فاعل ربما هذوك مستغلين او ربما يعني كان شي حاجه تما يعني في الخفاء يعني باش انه واش ربما بغاو يعني ديك الصبغه اللي كاينه عند المنطقه بغاو الناس الفاعلين اللي بغاو يفعلوا هذه الفعله اللي بغاو انه واش ينتقوا من صاحب المقهى او ربما بغاو انه يعني يضربوا ديك المنطقه بهذا سميتو اللي ديك الشهره اللي عندها بديك المكان اللي عندها عند عموم الناس اللي كيتوافدوا عليها عند عموم الزائرين لذلك كنتمنوا باش الناس يكونوا على اهبه يعني من انه ما خصوش ياذيو الناس ما خصو ياذيو بعضياتهم يعني يعطيو يعني حوايج زوينين الناس خصوصا الماكله الماكله الا مشيتي حتى اذيتي بنادم راه شي حاجه اللي هي جريمه ما بعدها جريمه يعني كنطلبوا من المسؤولين يعني السلطات المحليه تسهر اكثر باش انها تحمي السلامه ديال المواطنين وحتى اصحاب المحلات المقاهي يعني حتى هما يسهروا ما امكن باش يعطيوا الناس يعني الجوده في ما يقدمون لهم.